دخلوا دمشق وأمر إبراهيم جماعته بالطواف في أرجائها وشوارعها لاستطلاع أحوال أهلها في الأسواق. فدمشق حضارة بين حضارتين، هما حضارة بابل وحضارة مصر. أنا ملك دمشق، نائب فرعون في هذه البلاد، فكيف يدخلها إبراهيم لينشر فيها دينا غير دين فرعون الإله الأعظم؟ كيف؟ إن إبراهيم يكسب كل يوم أنصارا جددا، هو ورجاله لا يهابون الموت ولا يخشون أحدا إلا رب العالمين. هكذا يسمون إلههم، يسمونه رب العالمين. إذن فمن يكون فرعون؟ إنها الحرب الحاسمة الرادعة القاسمة لظهورهم وظهر إبراهيم. دقوا طبول الحرب ضد إبراهيم وضد رب العالمين. مولاتي سارة، هوني على نفسك، فإن الله ناصر نبيه لا محالة. ترد سارة على جاريتها بأنها واثقة من نصر الله تعالى، وأن الله سينصر دينه وأولياءه وعباده الصالحين المجاهدين، وأن ما يقوم به إبراهيم من جهاد بالنفس والمال لهو حق الإيمان واليقين. ولكني قلقة لأني امرأة زوجها الآن في الحرب. اللهم انصر عبدك إبراهيم ورفاقه، اللهم أفرغ عليهم صبرا وثبت أقدامهم وانصرهم على القوم الكافرين، إنك سميع الدعاء. كثرة الاستغفار والدعاء هما سبب النصر كما ينصح ويرشد نبي الله إبراهيم، فمعصية واحدة أشد على جيوشنا من سيوف العدو. باسم فرعون العظيم نخوض هذه المعركة الحاسمة ضد إبراهيم، ضد إبراهيم، وضد رب العالمين، وضد رب العالمين. إن فزتم وستفوزون فليلكم خمر ونساء، ونهاركم خيل وفواكه مما تشتهون، ومتاع لا يزول. هيا هيا يا جنود فرعون الإله، هيا 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 هيا. Thank you.
خدعونا عن حقيقة إبراهيم ورفاقه، فهم يعلمون كل كبيرة وصغيرة عن فنون الحرب. خدعونا، لم نكن نعرف أنهم أقوياء في القتال والنزال، لم نكن نعرف أنهم بهذا الدهاء والمكر والذكاء. أين الوزير؟ أين الوزير؟ يا وزير! أمر مولاي. أين هذا الذي خدعني؟ أين هو؟ بعد أن احتل إبراهيم دمشق، أين هو؟ قتل في المعركة. قتل في المعركة؟ إذن حق لإبراهيم أن يحكم هذه البلاد، أن يحكمنا بعد أن قتل وزير ملك دمشق.